غير نوضحوا السياق، يعني السياق ديال هذا اللقاء. بعد اللقاء يعني كان بعد الدعوه اللي وجهت لنا الجمعيه ديال الناس الابطال، مشكورين الاخوان لتنظيم هذا اللقاء، تاطير هذا اللقاء ديال التواصلي، وتوضيح يعني باش نكونوا راه توضيح المقتضيات ديال التعريفه الجديده اللي كانت طبقات على الصعيد الوطني ودخلت واحد في اطار الاتفاقيه اللي كانت بين الدوله والمكتب الوطني للماء والكهرباء، اللي بموجبها كانت تغييرات في تعريفيه، يعني ما نقولوش زيادات في الاثمنه، ما كان زياده في كانت تغييرات في تعريفيه، يعني تغييرات في لي ترونش شوف السيستم ديال لي ترونش كيفاش الناس يتفاكتيرو في السيستم ديال لي ترونش. الاخوان يعني كاين الاسئله ديالهم، يعني الناس تيتشكاو، كاين بزاف ديال الشكايات، ويعني ما نقدروش نحكموا على الشكايات، ما حدنا ما قمناش بواحد البحث ميداني وقمنا بواحد يعني التحليل في المعطيات اللي عندنا باش هذيك الساعه يمكن الانسان تجاوبه، لان كاين بعض الاخوان اللي جاوا وتبين يعني المسائل ديالهم وداك الشيء راه يعني حقيقي، وكان مسائل دار معاهم بحث ميداني ودار معاهم تحليل. اللي كان يعني من المسائل اللي وصلنا لها مع الاخوان هو انه تصيب الانسان انه عائله، بزاف ديال العائلات مثلا كان واحد السيده اللي جات ان الدار فيها اير، فيها ريتشوسي وفيها تروازيطاج فيها كونتر واحد ديال الماء، راه بلا ما تحتاج انها كاع تقلب على جاتها ولا هذا، وانت انت تصيب انه داك الشيء ماشي هذا الشهر، حيت كاين الانسان تيقول لك هذا الشهر، وانت تقلب تصيب ان داك الشيء راه عنده، راه مساله من الاول، راه قال لي هذاك من الاول هو يعني المساله عنده غادي، يعني هذاك الاستهلاك عنده دائما هو هذاك، من غير انه تتزاد عليه شويه الصيف ولا تتزاد عليه رمضان ولا هذا، بحكم يعني تغير العادات. وني المساله اللي كاينه هو انه عداد واحد، الا كان الدار فيها بزاف ديال العائلات اللي تستافدوا وفيها عداد واحد ديال الموديل الكهرباء، راه بطبيعه الحال يعني مساله غادي لابد الفاتوره غادي يكون واحد التاثير على الفاتوره. وني الحل ديالها اللي خاصه هو انه تكون واحد التقسيم ديال الاستهلاك. واحد النقطه في بعض المواطنين كيشوفوا انه كان في عطله خارج البيت ونفس الطريقه اللي جاتهم في الشهر اللي قبل العطله جاتهم العطله. لا مرحبا، هل هناك عدم مراقبه تاع العدادات؟ انا نوضح هذه المساله، هو القراءه ديال العدادات مثلا من تجيك الفاكتوره ديال مثلا بحال دابا الفاكتوره دابا يعني الناس ديال محمد بداو يوصلوا الفاكتوره اللي فيها شهر 9/2014 شهر 9/2014، الا قلب الانسان شاف استهلاك راه استهلاك ديال الشهر اللي داز، زيد عليه الفتره ديال انه ديال تحليل المعطيات وداك الشيء وباش تخرج الفوتره، يعني راه استهلاك ماشي ديال هذيك الفتره، يعني شحال من واحد تقول لي انت خرجتي تيقول لك خرجت في هذه الفتره بقات سيبه باقا بعدك هذيك دابا فاكتوره ديالها يلا غتخرج مثلا اللي خرج اوت وخرج خرج مثلا كاع، حيت الفتره دابا الاستهلاك اللي كاين راه كانت فيها من جويي لاوت. ولكن استاذ ديك الحاله كما شرحتي انك تكون المعالج هو اخر، اسمح لي يعني كيف يمكن الشهر اللي غيجي هو يكون حتى دابا الفاكتورات اللي خرج فيهم معطيات اللي خرجت لنا لقينا بعض المواطنين قد تكون رقدت الشهور متابعين كيعطيونا هو بحيني دابا نقول لك دابا كوكا ولا نعطيك واحد نعطيك واحد الجواب قطعي ما نقدرش نعطيك جواب بحال هذه الحاله مرحبا حنا نجيو ونوضحوها ونعطيو عليها تفسير نجيو ونوضحوها يعني انسان قطعي انسان دواء قال هو داكشي اللي عنده شتي تقدر تشوف كاع الفاكتورات ديالو ويني باش تقدر انك تكون قطعي ونقول لك دابا انا دابا حاليا يعني كاين في هذه اللحظه حاجه واحده جيب لي الفاكتوره ومرحبا وديك الساعه من بعد يكون يعني الكلام عليها. السؤال الاخير مستاذ مرحبا، واش يمكن نقولوا الديون اللي تراكمت على اليديك اللي 20 مليار لدى مجلس المدينه هي اللي خلات الزياده؟ لا كما قلنا الزياده وطنيه، هذا الشيء داخل في مقتضيات جديده ديال التعريفه، راه قلنا في اطار اتفاقيه بين الدولة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، راه باش نوضحوا هذه المسألة. يعني هذا الكيران هو تحمس لا المسألة ديال الدولة، حنا تنهضروا على الدولة مع المكتب الوطني، وملي دار هذا الاتفاق خرج مرسوم على الجميع، راه ماشي الدولة راه فيها المالك وفيها الحكومة. هي اتفاق الحكومة، اتفاق الحكومة مع المكتب الوطني، مع المكتب الوطني. أنا ما نحمل المسؤولية حتى لواحد، نقول لك كاين اتفاق. سيس هذا انا باغي تنعاود فيه، راه مرسوم اتفاق طبقا للمرسوم ديال الاتفاق بين الحكومه والمكتب الوطني للماء والكهرباء، خرجت هذه المقتضيات الجديده اللي تم التطبيق ديالها على الصعيد الوطني على كل شيء، راه حتى المدينه ما تخرج من هذا المجال ديال التطبيق ديالها، يعني هذه مقتضيات وطنيه ماشي مقتضيات ديال اللي داب ولا هذا ولا تيتساب شي حاجه، مساله وطنيه انه كاينه.